إفريقيا في عالم متغير. من بين الجلسات التي تحتضنها الدورة الثامنة لقمة الطلبة والشباب الأفارقة التي ينظمها اتحاد طلبة عموم إفريقيا بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي، فضاء يجمع بين العديد من الطلبة الأفارقة والخبراء للنقاش وتبادل الأفكار. هي بادرة جيدة تجمع بين العديد من الشباب الأفارقة من أجل تسليط الضوء على الإشكاليات التي تواجه مختلف البلدان الإفريقية. يجب أن ننخرط بشكل أساسي في دبلوماسية مرنة وشاملة، وأقصد هنا أن نعمل بأنفسنا على إيجاد حلول لمشاكلنا في الوقت الذي نبقى فيه منفتحين على الآخرين. مستقبل تشغيل الشباب في إفريقيا شكل محورا أساسيا خلال هذه الجلسة. المشاركون قدموا حلولا جوهرية تساهم في خلق خارطة طريق جديدة لتشغيل الشباب وخفض معدل البطالة في إفريقيا. يتبين على أن القطاع الخاص يدخل بنسبة 80% والوظائف المركزية والترابية والوظائف التي تستمد من المؤسسات والمقاولات العمومية تدخل ب 20%، وهذا يعني على أن الطاقات الحقيقية مستقبلا لإدماج أعداد كبيرة من الشابات والشباب الأفارقة هو في قدرة الاقتصادات والمجتمعات الإفريقية على تجنيد ذكائها ونبوغها. وستشهد دورة 2019 الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية خريجو المغرب المحدثة من قبل الوكالة المغربية للتعاون الدولي بتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. المنصة الرقمية تعد فضاء تفاعليا للنقاش وخدمات ذات قيمة مضافة عالية تروم شمع وتوحيد الطلاب والخريجين الأجانب بالمملكة.